افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داوود مسجد بلال من رباح في نزهة الجويسمة بحضور النائب خير أبو صعليك وجمع غفير من أهالي المنطقة الذين ساهموا في كلفة بناء المسجد. الداوود أكد على دور المساجد في تعميق المواطنة الصالحة مبينا أنها منطلق الدعوة إلى الله بالعدل والتسامح وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، مؤكدا أنها بيوت الله في الأرض وفيها يتم تغيير السلوكيات وطلب المغفرة والرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، تشرفنا عصر هذا اليوم بافتتاح هذا المسجد الذي يحمل اسم صحابي كريم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أول مؤذن في الإسلام، مسجد بلال بن رباح في منطقة نزهة القويسمة. هذه المنطقة التي تنتشر فيها المساجد، هذه المنطقة الكريمة من ضواحي عاصمتنا الحبيبة عمان. إن شاء الله هذا المسجد يضاف إلى سلسلة المساجد الكريمة التي تنتشر في أرجاء أردننا الحبيب، تنشر الخير والفضيلة والكلمة الطيبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه المساجد التي تجمع أهل التقوى والإيمان لتزداد بينهم المودة والألفة والمحبة، ليسهموا في بناء مجتمعنا الأردني الكريم الطيب المتحاب المتكافل المتضامن. هذه المساجد التي إن شاء الله تؤدي رسالة طيبة كريمة في بناء مجتمعنا الأردني الكريم. من جانبه شكر النائب أبو صعليك كل من ساهم في بناء المسجد، مؤكدا على الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في دعم هذه المبادرات. نحن سعداء في هذا اليوم بافتتاح مسجد وبيت من بيوت الله في نزهة القويسمة، مسجد بلال بن رباح. هذا المسجد الذي بني بنفقة وبتبرع سخي من أحد المحسنين، نتوجه له بالشكر الجزيل. في هذا اليوم يتم افتتاح هذا المسجد برعاية معالي الدكتور هايل داوود وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية، وإن شاء الله هذا هو ديدن هذا البلد الطيب المعطاء في افتتاح بيوت الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نحن نتحدث عن بعد اجتماعي وبعد ديني يصب في المصلحة العامة. بكل تأكيد افتتاح هذا المسجد يأتي ثمرة لتعاون المجتمع المحلي مع المحسنين وأهل الخير، وأود أن أشكر كل من قام وأسس وبنى في هذا المسجد والمتبرع والذي قام بمتابعة العمل وخطوات العمل. كما لفتني أن أشكر معالي وزير الشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور هايل داوود على تفضله هذا اليوم بافتتاح هذا المسجد. أهل المنطقة شكروا كل من كان له يد في بناء هذا المسجد الذي أنهى معاناة المصلين، كون المنطقة كانت تفتقر لمسجد فيها. هذا المسجد يعني أسس وساعد كثير على سهل كثير على المصلين نظرا لقربهم من بيوتهم، وفي هذه الحالة استطاع كثير من الناس الذين لا يستطيعون الصلاة في كذا أصبحوا يصلوا في المسجد جميع الصلوات. هذه المنطقة تفتقر إلى بناء المسجد، وكان المصلون يعانون في الذهاب إلى المساجد الأخرى والبعيد عن هذا الأمر، فمن سهل على المسلمين هذا الأمر لا شك أن هذا الأمر باب خير كبير وباب أجر عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يزيل المثوبة لكل من قام بهذا العمل، والحمد لله رب العالمين.